شبحوا الأب والأبرو والروحو قديشو وعلينا محيلة وبرافو يرحمة وحنونو نشتفون بدليون علم العالم علمينا أهلنا أيها الرب الإله لندخل قدس أقداسك السابع الرفيع وقد طهرت قلوبنا وتنقت من كل نية شريرة فنقف أمام مذبحك المقدس بالطهر والنقاوة والقداسة ونقرب لك بإيمان صادق ذبائح روحية الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين إخوتي وأحبائي صلوا من أجلي. وصلوا ثمودي للتق وادخلوا قديشاي كرام ورمخ ومرملك ويحيدوي رومل ثداب وشمايونو هودي ثوب خيوني لومو يوثو شبحت بثلت تخيث يلد صلوه بمريم وقتلي ويثو حذ بين تليثو يوثو قديشتو قديش
قادشات له قادشات حيل ثنو قادشات لمو يثوم قادشات له قادشات حيل ثنو قادشات لمو يثوم قادشات لو قادشات حيل ثنو قادشات لو مو يثو الاشتراع. بارك يا سيد. الحمد لرب الأنبياء وعلينا مراحمه إلى الأبد. يا إخوتي احرصوا أن تعملوا بكل وصية التي أمرك بها اليوم لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وترثوا الأرض التي اقسم الرب عليها لآبائكم. واذكروا كل الطريق التي سيرك فيها الرب إلهك في البرية هذه السنين الأربعين ليذللك ويمتحنك فاعرف ما في قلبك هل تحفظ وصاياه أم لا فذللك وجاءك وطعمك المنة الذي لم تعرفه أنت ولا عرفه أباؤك لكي يعلمك إنه لا بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. آمين. بارك مارك. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية. بارك مارك. الحمد لرب الرسل وعلينا مراحمه إلى الأبد. يا أخوتي إننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين فهل يعني هذا أن المسيح يعمل الخطيئة؟ كلا ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة لأني بالشريعة مت عن الشريعة لا حي لله مع المسيح صلبت فما أنا أحيا بعد بل المسيح يحيا فيا وإذا كنت أحيا الآن في الجسد فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي فكيف أكفر بنعمة الله ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثا. آمين. Thank you.
ونشافر عن شليون بذحو الفونخ بوثوخ انصون شمال سبرتوخ دميلي حيوثو ضالوهو ديوان قليون قادي شون موران يشام شي حد ميس قرع علي قادي شد موران شوم شي حوز برثا محيوني ثمو من مرقس مسبرون ودم سابر حايو فرقو زبنوخيت عيدو تبغرد موران والوهان وفورقو ديلان يشو عمشيحو مرثو تحايو لو تتباسر من ثلتو قادشتو مريم هولندين وخانهوان وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهم وقال لهم خذوا هذا هو جسدي وأخذ كأساً وشكر وبارك وأعطاهم فشربوا منها كلهم وقال لهم هذا هو دمي دم العهد الجديد الذي يراق عن كثيرين الحق الحق أقول لكم إني لن أشرب أيضا من عصير الكرمة إلى ذلك اليوم الذي فيه أشربه جديدا في ملكوت الله ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون والأمن والسلام لجميعكم صباح الخير أحبائي الأطفال المتناولين الأهل جميعا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب أبتي العزيز ثائر عبا راعي الكنيسة السريانية الكاثوليكية في الأردن الشمامسة الأحباء خواتي الراهبات أحبائي الصغار والكبار في الرب يسوع المسيح منذ اليوم اليوم نحتفل مع بعضنا البعض بسر الإفخارستية المقدسة أي رح نتناول جسد ودم
الرب يسوع المسيح أول مرة، وهذا السر هو العمود الفقري لحياتنا المسيحية. بدون العمود الفقري لكل إنسان ما يقدر يمشي خطوة واحدة، فإذا هذا السر هو بمثابة العمود الفقري لحياتنا المسيحية في المستقبل، أو منذ هذه اللحظات من تتناولون جسد ودم ربنا يسوع المسيح. بالطفولة كنت صغار أخذت أول سر، شو اسمه؟ العماد. وبعدين بنفس الوقت إحنا بكنائسنا الشرقية نأخذ سر ثاني، شو يسموه؟ الميرون، بطلة. فإذا المعمودية والميرون. كبرنا شوية شوية، مو عمركم، ايش راح ناخذ؟ تناول. وقبل التناول، قبل يومين سوينا توبة. برافو. فإذا اليوم راح تكملون السر طفولة، أخذنا المعمودية، ميرون، توبة، واليوم تناول. برافو. إذن السر العدد شقد؟ 1 2 3 4. فإذن السر الرابع، ما باقي لكم شيء، تكملون 7 أسرار الكنيسة السبعة، وبعد راح تكبرون بعد كم سنة، مو؟ قسم منكم راح يصير أبونا، يأخذ سر أبونا ثائر وآني سر كهنوت. برافو. وفي حال ما صرتوا أبونا تصيرون مثل بابا وماما، راح تقررون يا سر الزواج. مبروك من هسه. فإذا نكبر بعد، مو؟ راح توقع أسناننا، بعدين يجوز ما نقدر نمشي، راح نحتاج إلى سر آخر، شو اسمه؟ مزحة المرضى. طلعتوا شطار أنتوا، أشطر من المطران. برافو. فإذا أسرار الكنيسة السبعة هي بمثابة الحياة لكل مسيحي. ما عندنا أسرار، ما عندنا حياة في المسيحية. زين، شنو معنى السر؟ من نقول سر، شنو معنى السر؟ من أجي أقول لك، راح أقول لك شيء بس ما تقول أحد، بيني وبينك، هذه معناه سر؟ هذا معنى نقول سر المعمودية، سر الميرون، يحمل هذا المعنى، ولكن معنى أعمق هو بالأسرار الكنيسة. السر هو الله بينطينا نعمة فريدة، نعمة ماكو مثلها، ترافق حياتنا المسيحية من احنا صغار، نكبر إلى أن نصير بعمر الشيخوخة. هذا هو معنى السر. سر هو نعمة من الله، هذه النعمة تبقى ويانا وترافقنا بكل أسرار الكنيسة السبعة. هذا هو إذن مفهوم السر. واليوم راح نحكي عن سر القربان المقدس أو الإفخارستية، لأنه بهالعمر تقول الكنيسة إنه بديتوا تميزوا بين الخير وبين الشر، مو؟ الأنانية، الحقد، الكراهية، مو الخطايا اللي نعترف بيها، كل هذه شر. شيطان يجي يغرينا، يلا تحرك، لا تحب أخوك، اسرق، لا تكون عنصر زين بالبيت، كون كسول، مو؟ العب بالأيباد ليل نهار، مو صحيح؟ البوبتشي يغرينا الشيطان، هواي يغرينا. فإذا بدينا نميز بين الشر وبين الخير. الخير يعني نحب
بابا وماما اللي تعبون علينا، وخاصة إحنا بالغربة، مو بالمهجر، بالهجرة. هذا بلدنا الثاني اللي احتضننا، ولكن بلدنا هو العراق، مو جايين هجرة. فإذا كم هو صعب بابا وماما يجيبون أكل، يجيبون شرب. فإذا لازم نكون محبين، نسمع كلمة بابا وماما، ونكون ناس صالحين أيضا بالمدرسة مع أحبائنا وأصدقائنا الأطفال. وبالمجتمع لازم نكون عناصر خيرة، مو تأفف منا العالم، ولكن من هسه ندرب نفسنا مثل ما حكيت لكم قصة صديقكم الطفل القديس دومينيك سافيو. أحسن ما نلتهي باليوتيوب وبالألعاب نتفرج، نقول للبابا وماما طلعونا قصة حياة دومينيك سافيو اللي صار قديس بعمركم. فإذا دور الأهل وأيضا دوركم أحبائي حتى تكونوا عناصر خيرة، حبون أوطانكم وتكونون عناصر مفرحة لكم ولكل المجتمع اللي راح تعيشون فيه، سواء كان بهذا البلد أو ترجعوا للعراق أو البلد الثالث اللي راح يحتضنكم. وإذا المهم اليوم نتناول يسوع، مو نوصل للبيت وننسى صديقنا يسوع. لا تتخلوا عن يسوع أبدا، لا تنسوا يسوع، خلوا يسوع محافظين عليه مثل ما هاللحظات بعد الاعتراف قلوبكم نظيفة استقبلوا يسوع. فإذا حافظوا على يسوع، لا تزعلوا من يسوع، حتى إذا زعلتوا مع يسوع يسوع ما يزعل منكم، ولكن لا تخلي أشياء هواية تلهيكم عن يسوع. خلوا الأولوية أو للرب يسوع اللي راح يرافقكم، يعطيكم القوة، يعطيكم الشجاعة. فإذا اليوم راح تأخذون جسد ودم يسوع المسيح حتى نبقى حاملين هذا الإيمان لطوال أيام حياتنا، إلى أن نلتقي بيسوع في المستقبل وكلنا راح نروح عند يسوع. فإذا يسوع أعطانا أثمن ما عنده، أحلى هدية أعطانا هو جسده ودمه، مو بالمعنى الجسد ومو بالمعنى الدم، احنا مو ناكل البشر مو، ولكن يسوع أعطانا جسده ودمه بالحقيقة حتى نتغذى من هذا الجسد ونكون ناس أمناء لحياتنا المسيحية وناس أمناء لكنيستنا، لأنه هو ملء الحياة، أعطانا الحياة، أعطانا أثمن ما عنده الله الآب من أرسل ابنه يسوع المسيح حتى نحصل على خلاص. نتناول جسد ودم يسوع المسيح لويش؟ حتى نخلص، مو نخلص من الخطيئة، ونستعد حتى نلتقي بأبونا السماوي. نلتقي بأبونا السماوي أي نعيش الشراكة مع الآب والابن والروح القدس، وأيضا نطلب دائما، ايش قلت لكم بالاعتراف، نطلب دائما أن الروح القدس اللي رافقنا بعد مقام يسوع، تركنا الروح القدس. الروح القدس هو اللي يعطينا ملء القوة، ملء الحكمة، ملء الإيمان. بدون الروح القدس ما نقدر نتحرك، والروح القدس هو أيضا أساس الأسرار المقدسة. الروح القدس هو حاضر في كل الأسرار، أي سر ما بي روح القدس لا يعتبر سر. فإذا أحبائي أخيرا نقول مبروك لكم، مبروك للأهل، ومبروك اللي رافقوكم وأنشأوكم بهذه الأيام الصعبة، الكورونا المزعجة،
وأيضا نشكر مريم وكفاء، صفقوا لهم صفقة قوية، برافو، اللي رافقوكم كل هذه المدة. وأيضا نشكر أبونا ثائر عبا أيضا اللي رافقكم، ونشكر قناة نورسات اللي هي دائما ترافق كل مناسباتنا الروحية، قناة اللي تنقل الكلمة الحية إلى أصقاع المعمورة لحتى الرب يبارك كل العاملين فيها. وأتمنى للجميع نهار مبارك بشفاعة العذراء مريم وجميع القديسين، آمين. استومقالوس أهلنا نرفع باستمرار في كل وقت وحين المجد والشكر والتعظيم والثناء والتبجيل الدائم إلى رئيس أحبار إيماننا يسوع المسيح القربان الطاهر القدوس، الذي تولى بذاته تطهير خطايانا وبرر المسكونة بذبيحة نفسه، الصالع الذي يليق به المجد والوقار والولاية وبأبيه وبروحه القدوس، في هذا الوقت الذي فيه تتم تقدمة القداس هذه وفي جميع الأوقات إلى أبد الآبدين. أمام الرب الرحيم وأمام مذبحه الغافر وأمام هذه الأسرار الإلهية السماوية وأمام هذه التقدمة الرهيبة المقدسة، يوضع بخور بيد أبينا الحبر الجليل، وكلنا نصلي طالبين الرحمة والتحنن من الرب. أيها الرب الرحيم بارخ مور، كن أيها الرب الإله غافراً ومطهراً ومتجاوزاً وماحياً وملاشياً سيئاتنا وغير ذاكر إياها. ألا فامحو بحنان محبتك خطايا الكثيرة الباهظة التي لا تحصى وخطايا شعبك المؤمن. ربنا أيها الصالح وارحمنا، اذكر بمراحمك أيها الرب الإله، واذكر بها أيضا نفوسنا ونفوس آبائنا وأخواتنا وساداتنا ومعلمينا وأمواتنا وجميع الأموات المؤمنين. أبناء البيعة المقدسة الممجدة، أرح أيها الرب الإله نفوسهم وأسادهم، وانضع بطل مراحمك وحنانك عظامهم. كن غافرا كن غفرانا وغافرا لنا ولهم أيها المسيح ملكنا، أيها الرب ربنا رب المجد، استجب لنا وهلما إلى عوننا ومساعدتنا يا ربنا، ونجنا واقبل صلواتنا. اللهم كف عنا جميع العقوبات القاسية برحمتك، وزي عنا قضبان الغضب المؤلمة وازلها، وأهلنا جميعا يا رب الأمن والسلام للآخرة الصالحة، وبلغنا إلى ختام حياتنا ختاما مسيحيا يجمل ويليق بإرادة سيادتك. وإليك نرفع الحمد والشكر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. أيها الرب الإله الضابط الكل، يا من يقبل ذبيحة التسبيح ممن يدعونه من كل قلوبهم، اقبل من أيدينا نحن عبيدك الخطا هذا البخور، وقربنا من مذبحك المقدس وقونا لنرفع إليك قرابين وضحايا روحية عن خطايانا وآثام شعبك، وأهلنا لتكون ذبيحتنا مقبولة لديك، وليحل روحك الصالح علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة أمامنا وعلى لفيف شعبك المؤمن بيسوع المسيح ربنا، الذي معه يليق بك الحمد والوقار والولاية، ومع روحك القدوس الصالح الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم. ومع روحك.
فلنقبل من الله غفران الذنوب والصفح عن الخطايا إلى أبد الآبدين. آمين. قدوس الآب القدوس. آمين. قدوس الابن القدوس. آمين. قدوس الروح الحي والقدوس. نقف حسنا وبصلاة من الحبر الجليل نجيب قائلين: نؤمن بإله واحد. صلوا لأجلي يا إخوتي وأحبائي. أيها الثالوث الأقدس ارحمنا الآن وكل أوان. أيها الثالوث الأقدس اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. أيها الثالوث الأقدس اقبل هذا القربان من أيدينا نحن الخطأ على المذبح الروحي الذي فوق السماء. تجاوز واعف واصفح اللهم عن خطايانا وآثامنا ومعاصينا وعن خطايا وآثام ومعاصي جميع الذين يدعونك ويتضرعون إليك بإيمان صادق. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الذين سبقوا فرقدوا على رجائك، لا سيما الأحياء والأموات الذين تقرب هذه الذبيحة لأجلهم. من قالوس أيها الإله الرحيم القدوس، يا من أعطانا مائدة مقدسة روحية بابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اقبل بعين الرضا تقدمة هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا يا رب موهبة روحك القدوس، وهلنا لند من قدس أقداسك بقلب طاهر وضمير صالح، وانعم علينا بذلك السلام الذي منحه ابنك الوحيد تلاميذه القديسين، حتى إذا ما تبادلنا السلام بقبلة مقدسة تؤدي الحمد لنعمتك القادرة على كل شيء، ولابنك الوحيد روحك القدوس الصالح الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم. فلنعطي السلام كل واحد منا لقريبه بقبلة مقدسة وإلهية بمحبة ربنا وإلهنا. فإنا أيها الرب إلهنا. سلام لنا الدخول منكم. سلام
بعد هذا السلام المقدس المعطى لنا لنحن رؤوسنا للرب أمامك أيها الرب إلهنا. برخمار فليكن يا رب سلامك وأمنك وحبك ونعمتك وحنانك لإلهي معنا وبيننا يا ما حياتنا كلها، لنرفع إليك الحمد وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. نسجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب، ونطلب منك يا رب أن تبسط يمين حنوك على أبنائك هؤلاء المنحنين أمام عظمة جلالك الرهيب، وتبارك أبناء رعيتك المفتدات بدم ابنك الوحيد الطاهر، احفظها واصفى عنها وقدسها واجعل أن يتلالى على محيار اسمك الحي، فيعرف العدو أن رعيتك المفتدات، فنرفع إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. فلنقف حسنا يا إخوتي بالخوف والورع والطهر والقداسة والحب والإيمان الحق، ولنتأمل بتقوى في هذه التقدمة الرهيبة مقدسة الموضوعة أمامنا التي يقدمها الكاهن الورع ويقدمها عنا لله الأب رب الكل ذبيحة حية رحمة وسلاما ذبيحة لتكن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله مع جميعكم ومع روحك، لتكن عقولنا أفكارنا قلوبنا فوقا هي الآن هيا عند الرب إلهنا لنشكر الرب بمخافة إنه لواجب ولائق أن نسجد لك ونمجدك يا من حقا أنت هو الله الآب مع ابنك الوحيد ومع روحك القدوس. أنت أتيت بنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمت ولم تغب عنا عند افتقادنا حتى أصعدتنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت الآتي. إننا نشكر لك ولابنك الوحيد ولروحك القدوس هذه كلها، يا من يقف أمامه في صفوف الكروبيم الكثيرون الأعين والساروا في المسدس والأجنحة، وهم ينشدون نشيد الظفر بأفواه لا تصمت وبعبارات لا تهدأ مع سائر الجنود السماوية صارخين وهاتفين وقائلين قدوس وكلي القداسة. أنت أيها الإله الآب مع عبدك الوحيد ومع روحك القدوس قدوس وكلي القداسة أنت، ومجدك عظيم جدا. إنك هكذا أحببت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لأجله لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
وتكاذي تخولم دبرونوت ودحلو فين كبار لليوها وذبي مشلي محلوف حايد علمو فرقونو ساب لحمو عالي ذا وقادي شوتو كاذب شاط لشمايو أودي وباريخ وقادش وقصو يا بالتلميذة وش لي حكا ذومار ساب أخو المينيك الخون هونو إيتا وبغروديل هاو دحلو فيكون وحلو بساقية مثقصي ومثيهيب شبقون ودحطوه والحايد العلم علمين خوت وكوسو من بوتر دحشيم كذ مازغ من حمرو من مايو وودي وباريخ وقادش كاضط عيميني يا بالتلميذة وشليحي كذومار سابشتا وميني كل خون هونو إيتا ودموديل ياتي قع ذاتو هاو دحلو فيكون وحلو بساقية مثي شيتو مثي هيب شبقون ودحطوي والحايد العلم علمين اصنعوا هذا لذكري كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي إننا إذ نذكر يا رب وصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجلنا صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي برافة كل إنسان حسب أعماله بيعتك ورعيتك تناشدك لتبهجها معك في ملكوتك وتبتيل بك ومعك إلى بك قائلة ارحمنا أيها الإله الآب الضابط الكل ونحن أيضا يا رب إذ نقر بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل ينتقل وينحضر مرافقا على هذه الأخرى الموضوع ويقدسها فانتصبوا بهدوء وخوف وصلوا السلام معنا والأمن لجميعنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب أشفق يا صالح وارحمنا حاوم مال لحبو هونو هاو بغروم يقرض موران يشو عمشيحو والكوس هونو دمو ديليد موران يشو عمشيحو تكون هذه الأسرار المقدسة لكل من يتناول حياة وقيامة ومغفرة للخطايا وشفاء للنفس والجسد وإنارة للعقل وتبريرا أمام عرش مسيحك الرهيب ولا يبيدن أحد من شعبك يا رب لكن أهلنا إذا ما عملنا وخدمنا أمامك بلا عناء أيام حياتنا كلها لنتنعم بأسرارك السماوية الخالدة والمحيا Thank you.
هذا القرآن يا ربي والله هذا مولى بسيطة قلبك هل دمك أكبر معك الخطايا إنا لم نكافئ لقلبك يا أيها الذين آمنوا أنت هو المسيح الذي تعلن بقمة ورسول مكافح الله عظيم القطيع ورسول جلاته يا رب العالمين آمين. أيها الرب الإله الرحيم والرب الكريم إياك نستودع أنفسنا وبعضنا بعضا على رجاء الحياة الأبدية بالمسيح نبتهل متضرعين إليك يا رب لتشفق علينا وعلى شعبك المؤمن الماثل أمامك بغزارة حنانك أهلنا لندعوك أيها الآب القدوس بشهادة ضميرنا الخالصة ونصلي قائلين مور. أجل يا رب لا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير ومن كل من يحاكي لأن لك الملك والقوة والتسبحة ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين السلام لجميعكم ومع روحك فلنحني رؤوسنا للرب بارك يا رب هؤلاء الذين حنوا أعناق أنفسهم وأسادهم أمام حناني قدسهم احرسهم اجعلهم أطهارا بلا عيب ولا شائبة
ليرضوك كل أيام حياتهم، فنرفع إليك الحمد لابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. فلتكن نعمة الثالوث الأقدس غير المخلوق الأزلي الأبدي المتساوي في الجوهر ورحمته مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لننظر بخوف ورهبة. اسبق يا صالح وارحمنا. الأقداس القديسين وللأطهار تعطى. معنا الأب الواحد القدوس الذي خلق العالم بحنانه. آمين. معنا الابن الواحد القدوس الذي خلصنا بآلامه الثمينة. معنا الروح الحي الواحد القدوس المتمم والمكمل كل ما كان وما سيكون. تبارك اسم الرب من الأزل وإلى أبد الآبدين. آمين. من مذبحك المبرر فلينحدر الغفران لعبيدك يا ابن الله الذي أتى لخلاصنا وسيأتي لبعثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. آمين. ابسط يا رب يمينك غير المنظورة، بارك هذا الجمع الساجد لك القابل جسدك ودمك الكريم لغفران الذنوب والصفح عن الخطايا ربنا وإلهنا إلى الأبد. فلتكون مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حامل هذه الأقداس على وابي أخذها على كل من تعب واشترك فيها، فلتكن مراحم الثالوث الأقدس في العالمين إلى الأبد.
شماس المجد لك المجد لك المجد لك ربنا وإلهنا يسوع المسيح المجد لك لا يكن يا رب جسدك المقدس الذي أكلنا ودمك الحي الغافر الذي شربناه لا يكون لنا للدينونة والانتقام بل للحياة الأبدية وخلاص جميعنا فارحمنا. خالوهان ياتي رئيس مودنان لوخم قبلنا طيب وثوخ بارخ مور نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة لأنك أهلتنا على غير استحقاق منا الأسرار السماوية الخالدة أي جسد المسيح المحي ودمه الفادي
فاجعلنا إذن أهلا لقبولها حتى إذا ما قبلناها بقداسة وضمير طاهر الأيام كلها نتقوى لصنع ما يرضيك فنرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. فلنحن رؤوسنا للرب. اللهم يا من تنازل برافته وتواضع من أجلنا بوفرة نعمته ولطفه ومنحنا شركة أسراره المقدسة احفظ واختب عبيدك الساجدين لك بيمينك الظافرة فنحفظ بلا ضرر بقداسة هذه الأسرار التي أخذناها واجعلنا لا نعود إلى الخطيئة فنتقوى بك ونرفع إليك الحمد إلى بك وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. آمين. بارك يا سيد. صلوتك عامنون بارختو صلوتك عامن الأصلاة وتخني شما مريو ونحاسيلا فليغض رحمي أبيس وابعوي فإذا أحبائي في قبل الختام أيضا نشكر أبونا فرح راعي هذه الكنيسة المباركة سيدة الكرمل على إتاحة الفرصة لنا دائما أن نقدس بهذه الكنيسة وأيضا نشكر أخواتنا وأمهاتنا الراهبات اللي دائما هم أمهات مستعدات وأخوات في كل وقت لكل احتياجاتنا الروحية في هذه الكنيسة سور تريز وسور ميسون وسور سني وأيضا صفق لهم صفقة قوية على كل ما قدموا لنا. وهسه حاليا عندنا توزيع تذكارات شهادة التناول كل واحد نقرأ اسمه. نعم بحسب الأسماء. أندي عامر يوحنا. أسماء نجيب هدايا. برافو أسماء وكفي هنا أسماء ريبيلا برافو برافو مجد صباح مجيد يوسف خالد بهنام مريم عامر شمعون ماريو عامر شمعون آسيا خالد بهنام مسرة عمار زكي
ديما ياسر الياس. سافيو ثامر عبو. عوض عيسى عوض. ليندا هيثم بطرس. سانتا سعيد بهنام. ديما ليث ألطون. مرحبا ديما، مبروك. غيت رغيت عاصم. ميلاد فاضل قرياقوس. متي ممتاز بولس. مرام صباح مجيد. سارة عيسى عوض. ليديا ليث حازم. مينا ممتاز بولس. مجد عمار زكي. كريستو مروان توما. شو اسم تسريح؟ رائد مروان. تسريحتك شو اسمها؟ أقدر أني زين مثلها؟ رائد مروان توما. وتسريحة ثانية جدي. نور لؤي نمروت. وأخيرا يوسف أدريس نويل. تفضلوا أحبائي حتى نأخذ بركة الختام. امضوا بسلام يا إخوتنا وأحبانا، فنحن نستودعكم نعمة الثالوث الأقدس مع الزاد والبركات التي أخذتموها من مذبح الرب المبرر. البعيدين والقريبين، الأحياء والأموات، المخلصين بصليب الرب الغالب والموسومين بوسم العماد المقدس، فليغفر الثالوث الأقدس ذنوبكم، وليصفع عن زلاتكم، وليرح نفوس أمواتكم، وليرأب بي أنا العبد الخاطئ، ولتعني صلواتكم. أمضوا بسلام وأنتم فرحون ومسرورون. ونصلي من أجل بعضنا البعض في هذا اليوم المبارك بشفاعة العذراء مريم وجميع القديسين والقديسات. آمين.